الوعل. الوعل الاوراوي صراحه صراحه منطقه زوينه صوبوليم. لاروي لا موفل لا غوي موفلو امونسيت موفلو شكون لا هضرنا على الموفلو شنو تفكروا نذكروا تبقى الروفي سميتو الموفلو. علاش كيفاش عرفتي الموفلو؟ واش حيت فيه هو فيه الموفلو تما هو هذا يسمى هذا كيتسمى كبش الجبال او الوعل كاين هو تما طبيعه كاين عندك كاين كاين سميت المحميات تما كبيره ياك حيت تما كاين هذاك الموفلو الروفيش لا لا فوري تروبيكال عزيز علي التروبيكال نزيد القدام شويه باش نصور داكشي كاع مباشره عزيز علي بحال هاد الاماكن تلقاها شي صوره عافاكم مع الطبيعه عزيز علي هاد المناطق بحال هكا تلقاو الصخور والاشجار وكتلقاو قصب السكر قصب سكر كان بيش كان سكر هذا كان بيش كان سكر يس اوه خيزولان اخبارك انه تبقى 5 سنين قوة الحديد سبحان الله قال لك عنده تيبقى واحد 5 سنين وهو تحت الارض المهم بعد سنوات عاد كيف طلع البذره ديالك تبقى لتحت قال لك شي عنده واحد القوه لا راه داروا الى داروا اكثر من راه طلع درو ياك وما عرفتش قال لك واحد المده تيبقى عاد كيطلع فاش كيطلع كيطلع كيهضروا على هادشي في التطوير الذاتي ان الانسان ماشي بالضروره خصو دغيا يطلع خصو يخدم سنين تحت الارض تحت في الكواليس جميله 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 هاد المناطق عزيز عليه الاستوائيه كل ما هو استوائي تروبيكال تروبيكانا سير دو بيربيري نشوفوا هاد سير دو بيربيري هنا جميله سير دو بيربيري ماميفير سيرفيدي هيربيفور 235 جور بوتي 20 طون بريوكاسيون مينور يا سلام يا سلام التوزيع الجغرافي الريحة زوينة الريحة كت يا سلام رائحة أوه. هذا شنو سميتو هذا؟ عرفتي واحد لا فيزيت غابيد عندنا واحد القائد قائد قائد المجموعة ديرنا لا مارش سبورتيف لا مارش ميليتير أوه. تروبيكال يا سادة نعم شكون اللي فين غادي؟ ما عرفتش انا غير غادي. خلينا الباب محلول ديال الزرع ديال الحديقة. شنو نشوفوا التروبيكال عاد نرجعوا. التروبيكال هذا هي الغابة الاستوائية، هي اللي فاش تلقى فيها الشتا والشمس وقوس قزح فهمتيني؟ هذه هي الغابة بحال هكذا، المهم حاولوا يصاوبوا بحال هكذا، ماشي تبارك الله عليهم زعما خدمة رائعة، تنشكر زعما من هذا المنبر كاع الناس اللي ساهموا في هذه الحديقة. اجي تشوف القط الانمر سيرفل تحيه الناس اللي عندهم هاد الميزه هادي يو 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 يا سلام يا سلام راه داير دوبل فيتراج ياك عازل للصوت سبحان الله رائعين جميلين لقط الانمر سيرفال لي بطايوري سيرفال مامي فيغ فيليدي كارنيفور مدة الحملة جوج شهرين الى شهرين ونصف هادشي بالخف البوتي الودادات دو تخوا وي 20 سنة من العطاء غير مهدد بخي اوكي باسيون مينور موجود في الطبيعة اوه شي بحال دابا هادو دايرين لهم شي باك الفوق باش ما يهبط عندهم واقيلا حتى شي هادو هادو يهربوا هادو يطيروا تسلف كيطلع الشجر حتى الفوق شوف تبارك الله على الفيزيونومي ديالو الفيزيولوجي شوف تبارك الله رياضي كبير شوف شوف من القطط ياك من القطط فيليدي اوه معايا ناس تبارك الله خبراء لي زانيمو فينيو زو الحشرة لي زانسكت انا نشوفو
سيدي قال لك البطل البري كان غولفير سيغون بلونش بيردريكس غامبا. عقلت شوف البوكيمون بيردريكس بعد الاسماء غتفكروا بها بعد بعد يعني في البوكيمون ايرون ساندري بيجيون تورتو غريك السلحفات اليونانيه. هناك عده انواع من الحيوانات التي اسس واستقرت في حديقه الحيوانات بالرباط لكونها وجدت فيها ظروف العيش ملائمه. اه مزيان جات لهنا من اصغر اكبر السنوريات اللي فيلا السنوريات هذه ديما كانت السنوريات تبان لي بحال بحال شي بحال شي حاجه كطير السنوريات. تيغرو سيبيري ليون داتلاس جاكوار ليوبار بونتير جيبار سيرفال شارل بنيوان جاكوار. شنو بغيتي جاكوار بغيتي شنو اللي بغيتي اللي بغيتي خذو ليوبار تيغر ليون هادو سيناريو لو بلي بيتي او بلي غرو شاد دوميستيك ليوبار سيرفال ليون داتلاس جيبار. المهم داير التعريف داير اكسبليكاسيون على السيناريوات. هنا شنو بقى هنا شنو كاين هنا فهاد العصافير العصافير هي مزيان نايس القرده القرده شكرا.